السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الحيلة من الحيل ديالي اللي الدار ديالك دائما كتبقى فيها واحد الريحة غزالة، ما يمكنش اللي يدخل عندك غادي يقولك شنو هاد الريحة اللي عندك في الدار. الريحة زوينة بزاف وبتكاليف اللي رخيصة بزاف. اول حاجة اللي خصها تكون عندك في الدار هو هاد اطشي ديال الياسمين، ريحته غزالة 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 بزاف. مهم غادي ان شاء الله غادي نوريكم في الفيديو، غادي نشرح لكم شنو كندير باش كتبقى الدار دائما فيها ريحه زوينه. بالنسبه لديك القريعه راكم عارفين دوك لي بارفان اللي كيكونوا هكذا فيهم دوك العويدات، فانا خوات ليا وصراحه جاني الثمن باش ناخذها كل مره، الثمن شويه زايد باش انك كل مره تاخذيها. فبالنسبه لدوك العويدات كانوا عندي، يعني كنت محافظه عليهم من قبل. بالنسبه لهاد العويدات هادو غتلقاهم في مينيسو، غتلقاهم عند الناس اللي كيبيعوا المواد ديال هكذا ديال التنظيف، غتلقاهم يعني موجودين. المهم اول حاجه غادي نبدا لكم بها هو هاد الخلطه هادي اللي ضروري خصكم ديروها في الماريو. حافظوا على هاد الساشيات ديال هادو اللي كنتقداو فيهم، ضروري ما تبقاو تخبيوهم. المهم انا غادي نقول لكم ان شاء الله شنو الحوايج اللي كندير بهم من غير انني كندير فيهم الخزامه والشيح. خلطوهم مع بعضياتهم وديروهم هكذا في البلاكارات، يعني دابا خصوصا انه البرد، يعني ضروري ما خاص ديروا هاد الخلطه هادي. دير خذوا غير جوج دراهم جوج دراهم من كل حاجه وديرهم في هاد الساشيات هادو. الساشيات يكونوا مصبنين يعني يكونوا عندكم نقيين، صافي كديرهم في داك القناص ديال الماريو. الريحه ديال البلاكار ديالكم كتبقى دائما فيه الريحه زوينه. هنا هاد البخاخ هذا انا خديته غير بخمسة دراهم، عند مالين خمسة دراهم، كديروا فيه شويه ديال داك داوني ياك، وكديروا معاه يعني كديروه مخفف، كديروا غير شويه ديال الماء وديك داوني، كتبقاو ترشوا فيه ترشوا به القناص ديال الدار. وبالنسبه لهاد القريعه هذه هانتوما غتشوفوا شنو غندير فيها. غندير فيها هاد الساني كروا ديال اتشي ديال ياسمين، واحد الريحه فيه غزاله. وباش تقام لكم اقتصاديه غديروا دوك العويدات، راه الريحه كتبقى حتى سيمانه، الريحه كتبقى غزاله في الدار، واحد الريحه زوينه. ما تكرهوش يعني تكون عندكم هاد القريعات هادو، خذوهم مثلا، خذوا غير ديك القريعات العاديين ديال الزاج هكذا اللي كتكون فيهم الغطايه، وحيدوا لهم الغطايه. ودوك العويدات حتى هما راه كيتباعوا رخاصين، صافي. وديروا واحد جوج ولا ثلاثه في الدار، وخصوصا البلاصه ديال يعني الدخله ديال الحمام ضروري خصها تكون عندكم يعني وحده تما. بالنسبه لهاد الخلطه هذه ديال الخزامه وديال الشيح، ما تكرهوش تزيدوا فيها حتى حبه الكافور، خصوصا دابا انه يعني مع البق يعني راه حنا نتجنبوا. الانسان كيقول لك يعني الحيله احسن من العار، حنا نديروا هكذا مثلا واخا غير حبه مع ديك الخزامه. انا اصلا كيعجبني الكافور، كنديروا مع الصبابط، كنديروا هكذا تحت الفراش، كتبقى الريحه ديالو زوينه وما كيخليش داك البروده هكذا في الدار. وبالنسبه لحاجه اخرى، بالنسبه لهاد الساشيات، انا الاستعمال اللي كنستعمل يعني بهاد الساشيات اكرمكم الله، مني كندوز جفاف هكا على الدار، ومثلا وكتكون مثلا غير شويه الغبره مثلا شي حاجه هكذا مثلا دلوسق اكرمكم الله. مهم كنشد هاد الساشيات هادو كنكب فيهم داك الوسخ باش يتصفى، وديك داك الزبل حاشاكم ما يهبطش ليا هكذا في المجرى ديال لي طواليط، باش يعني كيتصفى ما كتخنق ما حتى شي حاجه. عندهم بزاف ديال استعمالات هاد الخنيشات، انا عندي بزاف ديال الاستعمالات كنديروا بهم، كنقي فيهم الحوت باش داك الحوت يبقى لداخل والما يهبط على برا. المهم عندهم بزاف ديال الاستعمالات. كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو غير بالقليل في هاد لا فيديو هذا، خليتكم على خير. ما تنساونيش بلي جيم ديالكم بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. اللي ما مشتركش مرحبا به والف مرحبا. خليتكم على خير، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.